السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل التدرب على الدرس السابع الصف السادس الابتدائي من كتاب الأضواء، معكم مس أسماء عبد المجيد، ونبدأ مع بعض. أول سؤال: أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية باستخدام عددين صحيحين موجبين للمتغير من اختيارك، ثم حدد هل المقداران الجبريان متساويان أم لا عند كل قيم المتغير، وهل هما متكافئان أم لا. تعال نشوف. أول واحدة هناخد الإكس بواحد، بعد كده هناخد الإكس باتنين. هنا هنشيل الاكس وهنعوض عنها بواحد، يعني كل اكس هشيلها واحط واحد، هضرب ده طبعا مضروبة، الاتنين في واحد باتنين، وكمان معايا واحد بقى تلاتة، وبرة تلاتة، والتلاتة دي مضروبة، يعني تلاتة في تلاتة يساوي تسعة. نشيل الاكس ونحط اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة ومعايا كمان واحد بقوا خمسة، التلاتة في خمسة بخمستاشر، يبقى عندي هنا قيمة الايه، قيمة المقدار بخمستاشر. نشوف هنا الاكس، شيل الاكس وحط واحد، الواحد في ستة بستة، ومعانا تلاتة يبقى تسعة. هنا شيل الاكس وحط اتنين، الاتنين في ستة باتناشر، اتناشر وتلاتة خمستاشر، طبعا هنا تسعة وهنا تسعة، هنا متساويان وهنا برضو متساويان، وطالما هما متساويان يبقى اقول له الكسرين متكافئان. ونشوف السؤال رقم اتنين، هنا ناخد الواي بواحد والواي باتنين، وتعالى نعوض، الواحد في أربعة بأربعة، أربعة واتنين هيديني ستة، شيل الواي وحط اتنين، الاتنين في أربعة بتمانية، طبعا مع بعض كده يعني مضروبة، شيلنا الواي حطينا اتنين، اتنين في أربعة بتمانية، تمانية واتنين يدينا عشرة. ناخد الطرف التاني، هنا الواي هنشيلها ونحط واحد، تمام. تعالى ناخد القوس الأول، شيل الواي وحط واحد، واحد واتنين تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، يعني الجزء ده كله بستة، زائد هنا شيل الواي وحط الواحد، الواحد في اتنين باتنين، اتنين وستة هيديني تمانية. هنا شيل الواي حط اتنين، اتنين في اتنين واتنين اربعة، الاتنين في اربعة بتمانية، زائد هنا شيل الواي وحط اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة وتمانية هيديني اتناشر. هل هما متساويان؟ طبعا لا، هنا غير متساويان وهنا برضو غير متساويان، طالما هما مش متساويان يبقى الكسور غير متكافئة، غير متكافئان. ونشوف السؤال اللي بعده، هنا هنختار الاكس بواحد وهنا نختار الاكس باتنين، شيل الاكس وحط واحد، الواحد في تلاتة بتلاتة، تلاتة وستة هيديني تسعة، شيل الاكس وحط اتنين، الاتنين في تلاتة بستة، ستة وستة هيديني اتناشر. هنا نشيل الاكس ونحط واحد، وهنا نشيل الاكس ونحط واحد، واحد وواحد اتنين، اتنين في اتنين باربعة، ادي اربعة زائد تلاتة زائد الاكس كمان بواحد وجمع، تلاتة واربعة سبعة، واحد هيديني تمانية، يبقى الناتج معايا هنا قيمة المقدار بتمانية. شيل الاكس وحط اتنين، هنا اتنين وواحد تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، بقى دي ستة زائد تلاتة، وشيل الاكس وحط اتنين ونجمع، ستة وتلاتة تسعة، تسعة واتنين حداشر، يبقى هنا غير متساويان وبرضو هنا غير متساويان، طالما هما غير متساويان يبقى غير متكافئان. ونشوف السؤال اللي بعده، هنا هناخد الاكس بواحد وهنا هناخد الاكس باتنين، ممكن نغير، نغير خلاص، نغير ناخد رقم تاني، ناخد الاتنين والتلاتة، شيل الاكس وحط اتنين، اتنين في تلاتة بستة، ده كده ستة زائد اتنين زائد، هنا شيل الاكس وحط اتنين، اتنين في اتنين باربعة، ستة واربعة عشرة، واتنين اتناشر، يبقى هنا المقدار قيمة المقدار باتناشر. شيل الاكس وحط تلاتة، التلاتة في ستة بتمنتاشر، لا دي التلاتة في تلاتة مش تلاتة في ستة، الاكس بتلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة، تلاتة في تلاتة بتسعة زائد اتنين زائد اتنين في تلاتة بستة، ونجمع ستة واتنين تمانية، تمانية وتسعة سبعتاشر. وتعالى نشوف السؤال التاني، هنا اتنين اكس، اتنين في اتنين باربعة، اربعة واحد خمسة، يبقى القوس عندي بخمسة، هنا زائد الاكس عندي باتنين، هنا في اتنين، اتنين في خمسة بعشرة، عشرة واتنين اتناشر. هنا شيل الاكس وحط تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة، يبقى اتنين في سبعة باربعتاشر، زائد الاكس عندي بتلاتة يديني سبعتاشر، يبقى هنا اتناشر وهنا سبعتاشر، يبقى الكسور متساوية، المقداران متساويان وهنا برضو متساويان، وطالما هما متساويان يبقى الكسور المقادير الجبرية متكافئة. ونشوف السؤال التاني، ك تربيع هنربع، خد الواحد خد الاتنين، اي ارقام بقى، ربع الواحد بواحد، واحد زائد اتنين هيديني تلاتة، ربع الاتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة واتنين هيديني ستة، يبقى واحد الكل تربيع
واحد في نفسه مرتين هو نفسه الواحد، واجمع عليهم الاتنين اللي ادتني تلاتة. الكيل كل تربيع اللي هي اتنين تربيع، اتنين تربيع يعني اتنين في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة واتنين هيديني ستة. هنا ادي التلاتة زي ما هي. في الكي تربيع بواحد تربيع هي نفسها الواحد، هنا الواحد في تلاتة بتلاتة وستة يديني تسعة. طيب هنا سيبي التلاتة زي ما هي، والكي تربيع يعني اتنين تربيع باربعة زائد الستة، التلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر وستة يديني تمنتاشر. هنا غير متساويان، وهنا زيها برضو غير متساويان، وطالما غير متساويان يبقى غير متكافئان. ونشوف السؤال التاني. هنا هنشيل الام ونحط واحد، وهنا نشيل الام ونحط اتنين. الام شيلها وحط واحد، واحد في تلاتة بتلاتة، تلاتة وخمسة تمانية. شيل الام وحط اتنين، اتنين في تلاتة بستة، ستة وخمسة هيديني حداشر. شيل الام وحط واحد، واحد واتنين هيديني تلاتة. شيل الام وحط اتنين، اتنين واتنين اربعة. هنا غير متساويان وهنا غير متساويان، وطالما غير متساويان يبقى غير متكافئين. ندخل على الصفحة التانية. اكمل البعد متكافئان او غير متكافئان. عندي هنا اتنين اكس وهنا زائد واحد، هنا اكس واكس باتنين اكس، اتنين اكس زائد واحد يبقى دول متكافئان. هنا اتنين اكس زائد ستة، تعال نفك القوس، اتنين في اكس باتنين اكس، اتنين في تلاتة بستة يبقى برضو متكافئان. هنا ستاشر على الاتنين فيها التمانية، تمانية اكس زائد اربعة برضو متكافئان. هنا اكس تربيع لكن هنا اكس، هنا اتنين وهنا اتنين، لا هنا غير متكافئان. هنا اتنين اكس زائد واحد زائد اتنين، هنا اكس واحدة زائد تلاتة اكس. طبعا انا بجمعش اتنين اكس واحد يديني تلاتة، لا انا بجمع الاكس مع الاكس، لكن رمز مع رقم لا. طبعا دي غير متكافئين. هنا هضرب التلاتة في الخمسة في الام بخمسة ام، وهضرب الخمسة في تلاتة بخمستاشر، يبقى دي متكافئين. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا قال لي المقادير دي هو عوض لي بصفر وبتلاتة. هنشيل الاكس ونحط صفر، التلاتة في صفر بصفر زائد اتناشر هيديني نفس الرقم. شيل الاكس وحط تلاتة، التلاتة في تلاتة بتسعة زائد اتناشر هيديني واحد وعشرين. هنا شيل الاكس وحط صفر، صفر واربعة هي الاربعة، التلاتة في اربعة باتناشر. شيل الاكس وحط تلاتة، تلاتة واربعة سبعة، تلاتة زائد اربعة سبعة، التلاتة في سبعة بواحد وعشرين، يبقى دول متساويان. وهنا برضو متساوية. ونشوف السؤال التاني. هنا نشيل الام ونحط اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة زائد خمسة يديني تسعة. شيل الام وحط خمسة من عشرة، اتنين في خمسة من عشرة زائد خمسة، الاتنين في خمسة بعشرة وبحط العلامة العشرية بعد رقم زائد خمسة، تمام. يبقى هنا واحد زائد خمسة هيديني ستة. هنا شيل الام وحط اتنين، اتنين وتلاتة هيديني خمسة. شيل الام وحط خمسة من عشرة، خمسة من عشرة زائد تلاتة هتديني تلاتة وخمسة من عشرة، يبقى هنا غير متساويان وهنا برضو غير متساويان. ونشوف السؤال اللي بعده. اجب باستخدام كل زوج من المقادير الجبرية الاتية. هنا جاب لي ادي الاولاني وادي التاني، هنا اتنين اكس زائد اكس وهنا اتنين اكس زائد واحد، تمام. اوجد قيمة الاكس، تجعل المقدارين الجبريين غير متساويين ومتساويين. تعال نشوف، هناخد برضو قيمة الاكس بواحد وقيمة الاكس باتنين، وتعال نجرب. شيل الاكس وحط واحد، واحد واحد اتنين، اتنين في اتنين باربعة، يبقى هنا قيمة الاكس باربعة، ده عوضنا بالاكس بتساوي واحد. طيب المقدار التاني هنعوض الاكس بواحد، الاتنين في واحد باتنين، اتنين وواحد هيديني تلاتة، يبقى المقدارين غير متساويين. تعال نجرب الاتنين، ادي الاكس بتساوي اتنين. هنا اتنين وواحد تلاتة، اتنين في تلاتة بستة يبقى القيمة الأولى ستة. ناخد القيمة التانية، هناخد الإكس باتنين، اتنين في اتنين باربعة، أربعة ومعانا اتنين ستة، يبقى كده متساويين. حدد ما إذا كان المقدارين الجبريين متكافئان أم لا. المقدارين الجبريين هما غير متساويين، غير متساويين دائما، لذا لا يمكن اعتبارهم مقدارين جبريين متكافئين. خلاص يبقى غير متكافئين. نشوف السؤال اللي بعده. هنا جيب لي الام زائد اتنين، وهنا نص في اتنين ام زائد اربعة.
تعالى نختار الام بواحد، شيل الام وحط واحد. تمام، الواحد في اتنين باتنين، اتنين واربعة ستة، ستة في نص، ستة في نص، ستة على اتنين هتديني تلاتة. طيب هنا الام بواحد، الواحد واتنين هيديني تلاتة، يبقى هنا المقدار التاني اديني تلاتة. يبقى امتى كانوا متساويين؟ لما الاكس ادتني كانت بواحد، الاكس بواحد كانوا المقدارين متساويين. اوجد قيمة الام تجعل المقدارين غير متساويين. تعالى نجرب الاتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة واربعة تمانية، في نص، نص التمانية يساوي اربعة. يبقى ده الاول، شيل الام وحط اتنين، اتنين واتنين برضو ادتنا اربعة، يبقى دول متساويين. خلاص نختار حاجة تانية، ناخد اتنين في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، اربعة اربعة تمانية، نص التمانية اربعة. لا خلاص ما ناخدش الواحد، نجرب كده الواحد والاتنين بيدينا مقدارين متساوي. تعالى ناخد التلاتة، ناخد التلاتة. طبعا اصلا احنا لو خدنا اي رقم هتديني نفس المقادير المتساوي. ليه؟ لان انا عندي نص هضرب فيه اتنين هيديني واحد ام، ونص الاربعة اتنين يعني هيديني نفس القيمة. يبقى ما عنديش غير متساويين اللي هي واحد بس، ما عنديش قيم متساوية غير ان انا احط الام بواحد او الام باتنين. اي رقم هنجربه هيطلع نفس المقدار. وتعالى نجرب برضو حاجة تانية، تعالى نتأكد ونجرب حاجة تانية، بس هي عامة كل المقادير اللي هتاخدها. تعالى ناخد، احنا خدنا الاتنين، ناخد التلاتة، اتنين في تلاتة بستة، ستة واربعة هيدينا عشرة، نص العشرة خمسة. تمام، خد التلاتة، تلاتة واتنين خمسة، يبقى لا يوجد، مفيش، خلاص، لان ده المقدار ده هو نفس المقدار ده. حدد ما اذا كان المقدارين الجبريين متكافئان ام لا. متكافئان، طبعا كل المقدارين زي بعض يبقى متكافئان. ونشوف سؤال خمسة، اقرأ ثم اجب، اوجد قيمة اكس التي تجعل المقدارين الجبريين المقدار ده والمقدار ده متساويين، ثم اوجد قيمة الاكس، قيمة اخرى للمتغير اكس تجعل المقدارين عايز متساوي وغير متساوي. تمام، هناخد الاكس بواحد والاكس باتنين ونجرب. تعالى ناخد الاكس بواحد، اول واحدة عندي الواحد في خمسة بخمسة، خمسة وتلاتة هيديني تمانية. يبقى لما كانت الاكس بواحد كان المقدار الاول ده بتمانية. تعالى ناخد المقدار التاني، هنا الاكس بواحد، واحد واحد اتنين، اتنين في اربعة بتمانية، تمانية واحد تسعة. يبقى هنا دول غير متساويين، لما كانت الاكس بتساوي واحد كانوا غير متساويين. تمام، طيب ناخد الاكس باتنين، تعالى ناخد الاكس باتنين، شيل الخمسة، شيل اكس وحط اتنين، اتنين في خمسة بعشرة، عشرة وتلاتة تلتاشر، ادتني الاولى تلتاشر، نعوض في التانية الاكس باتنين، اتنين واحد تلاتة، تلاتة في اربعة باتناشر. تمام، يبقى هنا المقدارين برضو غير متساويين. لما خدنا هنا احنا قلنا الواحد والاتنين، خدنا الواحد والاتنين، هنا ادتني كانت الاكس بواحد ادتني تمانية وتسعة، وهنا كانت الاكس بتلتاشر واتناشر. نمسح ونجرب حاجة كمان، لا هنا الاكس اتنين في خمسة بعشرة وتلاتة تلتاشر، اللي كانت بينها اتناشر دي تلتاشر مش اتناشر دي تلتاشر. تمام، يبقى لما كانت الاكس بواحد كانوا غير متساويين، لما كانت الاكس باتنين كانوا متساويين، دي تلتاشر ودي تلتاشر. يبقى هنا عندما تكون الاكس بواحد كانوا غير متساويين، الاكس باتنين كانوا متساويين ومتكافئين. ونشوف سؤال فكر، اقرأ ثم اجب، هل المقدار الجبري 3 اكس زائد 1 بيكافئ المقدار الجبري؟ تعال نشوف، تعال نفك القوس، التلاتة في اكس بتلاتة اكس، والتلاتة في واحد بتلاتة، يبقى تلاتة اكس زائد تلاتة، كده المقدارين هيبقوا غير متساويين وغير متكافئين. خلاص، يبقى المقدار الجبري ده بيكافئ ده؟ لا، ليه؟ انا فكيت المقدار ده ما ادانيش نفس قيمة المقدار ده. ولو خدنا التعويض بأي رقم، لو خدنا نعوض مثلا بالواحد وبالاتنين أي مقدارين هتلاقي القيمة مختلفة. طيب تعالى ناخد مثلا الاتنين، تعالى نجرب الاتنين، الاكس باتنين، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة، ادتني هنا سبعة. طيب تعالى نجرب هنا الاتنين، الاتنين واحد تلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة، هنا تسعة، يبقى غير متساويين غير متكافئين. نشوف اوافق او لا اوافق، يقول عاصم ان قيمة المقدار الجبري اربعة اكس زائد عشرة بتساوي قيمة المقدار الجبري اتنين في اتنين اكس زائد خمسة عندما تكون الاكس بتساوي تلاتة. تعالى نحل القوس الاول، اتنين في اتنين باربعة، اربعة اكس زائد الاتنين في خمسة بعشرة، اربعة اكس. تمام، هنا المقدارين
المقدارين شكل بعض اهو بالظبط، يعني لو حطيت اي قيمه هتطلع نفس الناتج. تعالى ناخد الاكس بتساوي 3 وتعالى نعوض، ادي الاربعة، 4 في 3 زائد 10، 3 في 4 ب 12، 12 زائد 10 هيديني 22. ده لما كانت الاكس بكام؟ ب 3 في المقدار الاولاني اداني 22. هنا ادي الاثنين وافتح القوس، 2 في الاكس ب 3 زائد 5، ال 2 في 3 ادي 2 بره للقوس، 2 في 3 دي ب 6 زائد 5، 5 و6 11، الاثنين في 11 ب 22. طبعا انا بحل اللي داخل القوس الاول، ده 22 وده 22، يبقى اوافق وندخل على اختبار نفسه. هنا اول سؤال، اختر الاجابه الصحيحه. المقدار الجبري 2 اكس زائد 1 بيكافئ المقدار الجبري. عشان اعرف هو بيكافئ مين هفك القوس بتاعنا، الاثنين في اكس ب 2 اكس زائد الاثنين في الواحد ب 2، يبقى 2 اكس زائد 2 الاختيار الثاني. القيمة العادية للصورة الأسية 5 أس 2، يعني 5 في نفسها مرتين، 5 في 5 ب 25. إذا كان الأساس 3 والأس 2، الأساس اللي تحت والأس اللي فوق، 3 أس 2 الاختيار الأول. قيمة المقدار الجبري 7 إكس تربيع زائد 3، لما نشيل الإكس ونحط 3، أدي السبعة زي ما هي، في شيل الإكس وحط 3، 3 تربيعنا 3 في 3 ب 9 زائد 3، حل الضرب الأول، 7 في 9 ب 63، و 3 63 زائد 3 يديني 6 فين 66 الاختيار رقم أ. ونشوف السؤال اللي بعده. الصورة الأسية 4 أس 2، 4 أس 2 يعني 4 في 4، 4 ضربت في نفسها مرتين، 4 في 4 أكمل مئات. في الصورة الأسية 8 أس 3، الأساس اللي تحت والأس اللي فوق، هنا 2 في 2 في 2 في 2، يبقى 2 أس كام؟ هنعد دول كام واحدة، أدي 1 2 3 4، 2 أس 4. هنا لإيجاد قيمة التعبير العددي، هنا 5 ناقص 2 في 2، نقوم بأولا الضرب، بعد كده الطرح، الضرب الأول الطرح. قيمة المقدار 2 دي ناقص 5، شيل الدي وحط 3، يبقى 2 في 3 ناقص 5، 2 في 3 ب 6، 6 ناقص 5 هيساوي 1. 6 أس 2 يعني 6 اتضربت في نفسها مرتين، 6 في 6 ب 36. وندخل على سؤال ثالث، أوجد قيمة التعبيرات العددية. هنا هنحل، عندي اسمه وعندي أقواس، هنحل القوس، 4 أس 2 يعني 4 في 4 ب 16 ناقص 15، يعني القوس عندي 16 ناقص 15 ب 1، تمام، يعني القوس ده كده ب 1. هنا نبدأ بالاسم بقى، ال 15 على 3 هتديني 5، ناقص ال 2 هتضرب في الواحد ب 2، 5 ناقص 2 هيديني 3. شوف السؤال اللي بعده، نحل القوس، 5 أس 2 يعني 5 في 5 ب 25، زائد التلاتة في خمسة بخمستاشر زائد السبعة، خلاص يبقى بحل الأسس وبعد كده حل الضرب، خمسة وخمسة عشر، عشرة وسبعة سبعتاشر، سبعة ومعانا الواحد، واحد على الاتنين تلاتة، تلاتة واحد أربعة، يبقى 47. أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية حسب قيمة المتغير، الإكس عندي بتساوي 20، شيل الإكس وحط 20، خمسة في تسعة بخمسة وأربعين، أدي 45 ناقص الاكس الاتنين في 20 ب40، ده كده القوس، زائد 3 اس 2، 3 اس 2 يعني 3 في 3 ب 9، تمام. نحل القوس الاول، 45 ناقص 40 هيديني 5، 5 زائد 9 هيديني 14. هنا اشيل البي وحط 5، ادي ال 10 زي ما هي، زائد البي تربيع يعني 5 تربيع يعني 5 في 5 ب 25 زائد 5 على الاتنين. هنحل القوس الاول، 25 مع الخمسة هيديني 30، 30 على الاتنين هيديني 15، 15 ومعانا 10 يبقى 25. ونشوف السؤال اللي بعده، هنشيل الاكس ونحط 1، 1 و3 4، 4 مضروبة في الاتنين، 2 في 4 ب 8، شيل الاكس وحط 2، 2 و3 5، 2 في 5 ب 10، شيل الاكس وحط 1، الواحد في 2 ب 2 زائد 6، 6 و 2 8، شيل الاكس حط 2، 2 في 2 ب 4، 4 و 6 10، يبقى الكسرين دول متساويان، وهنا برضو متساويان، لكن هنا طبعا هنقول له متكافئان، يبقى الكسرين متكافئان ومتساويين كده. الحمد لله احنا خلصنا كل أسئلة الوحدة، ان شاء الله الفيديو القادم هناخد اختبار على الوحدة الثالثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.